بعد تاريخ طويل طويل من التجارب المأساوية والعاهات اللطيفة اللي أنا قابلتها في حياتي، صراحة ما يبقاش عندي دم لو جالي انهيار عصبي وسكيزوفرينيا وبارانويا وانفيريوريتي كومبلكس وكل حاجة. اليومين دول مثلا أنا مش عايزة أسمع كلمة عريس، أنا موضوع الجواز ذات نفسه كده عامل زي ما يكون كده فيلم رعب. بس رعب رعب هعمل إيه يعني؟ إذا كان الحب بهدلة يبقى البحث عن جوازة ده مرمطة وأنا لازم أستحمل. آه ياني يا متمرمطة ياني. خلاص انا اعصابي ما بقتش مستحمله حاجه، اعصابي ما بقتش مستحمله حاجه، اعتبريني زي بنتك يا حاجه. بالحقيقه عبده بنتك اتجننت اكتر من هي. لا لا يا بابا، لا بابا، لا 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 بابا، لا 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 بيضحك عليك، لا ما تفتحش ما تفتحش، ما تعملش فيا كده يا بنتك. لا يا بنتي ايه الهطل اللي انت فيه ده؟ ده عمق الديسكو جاي يزورنا. مش عمق الديسكو، بتطلع حشريه بيضحكوا علينا. عملتلك ايه؟ عملتلك ايه؟ بتاع عشان جبالي عريس، جبالي عريس اكسبايرد عشان تنكد عليا. لا لا اهدي يا لولا، اهدي يا حبيبتي، نصيبك حبه زي الفل، ما تتهمش في نفسك يا بنت. هو يا بنتي اتجننت ولا ايه؟ شخص يا بنتي، يا بنتي ايه الهطل اللي انت فيه ده؟ بقول لك قلت الناس فوقك. عوض على عوض الصبر في بنتي يا رب. مساء الخير. خش عليه يا بابا، خش. بص يا بابا، يا بابا بص يا بابا، بص يا بابا يا اخي، بص يا اخي، بص بقى الله. بص انت بتزعق يا بابا، بص يا بابا انت بتحزن. انا عايز اوريك على مين يبقى قابلني لو جبت جون واحد. يا بابا بص انت ترفع يا بابا، فين المتابعه يا صور؟ ارفع يا صور. لا 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 ما تتخضوش يا جماعة، ما تتخضوش، ده روتين العادي، روتين دورة الخميس الأسبوعية الدولية بين بابا وأنكل ديسكو. هو ما اسموش أنكل ديسكو، هو اسمه تسوقي بس عشان هو راجل شيك كده ولون كده وروش، فاخترنا له الاسم المناسب للرجل المناسب. الروتين بقى ده العادي، ده الإطالة، التسخينات، استعدادا للمعركة. انت ما بتعرفش تلعب، انت اللي ما بتعرفش تلعب. يا جماعه انتوا الاثنين ما بتعرفوش تلعبوا. انا ما بعرفش العب. انا ما بعرفش العب. انت راجل غشاش. انا راجل غشاش او 60 غشاش. الحكم موالي معانا المعركه. انا الحكم موالي معانا. ايوه انت راجل غشاش، انت اللي مالكش فيها عشان بعد كده ما تلعبش حاجه ما تفهمش فيها. انت اللي فهيم قوي، انت صايب بتفهم في البلاي ستيشن بس بتفهم زي شعبان عبد الرحيم ما بيفهم في الزرع. خلاص بقى يا عبده، ما هو صاحبك برده. صاحب منين؟ انا ما اعرفوش، انا مش فاهم اساسا هو بيجي هنا ليه. يا ماما سيبهم يتخانقوا، الخناقه دي لما بتنزل على الفيسبوك بتكسر الدنيا. بس يا مزغوط انكل ديسكو، خليك انت الكبير يا انكل ديسكو، خليك انت الكبير. بتقول ايه؟ انا اكبر من ده ليه؟ انت اتجننتي يا اخويا صغير. ده انت من هوجة عرابي.
ما يقصدش ما يقصدش. على فكره يقصد بقى، انا بقول لك يقصد وما تسكتوش يا بابا. يا راجل يا راجل عيب عليك. طب خلي حد تاني يتكلم، ده انت من ايام السلطان قلاووز. قلاووز قلاووز يا جاهل، وقلاووز ده كان بيحكم في انهي مملكه؟ في مملكه الستيه. انا جاهل؟ جاهل وستين جاهل. قول علي يا جاهل. جاهل انت عند الكلمه دي؟ ايوه ده. طيب تعال. طيب طب خد بنتي. عيني راحت. اختك بقت تبع الصم والبكم يا حازم. يا اختي انت هتعملي فيها اليتيمتين، ما بلاش صلبطه بقى. حقك عليا يا ديسكو، الشيطان شاطر. ابوس راسك يا عبدو، وانا ليه بركه الا انت. قليل العوض في الفيديو بتاع النهارده، مفيش راس واحده بتطير، ما حدش هيتفرج عليه. ايه رايك تديها طاوله؟ طبعا هروح اظبط القعده في البلكونه. ايوه كده يا جماعه، هو ده الشغل. اوعي بقى يا دي اليوم اللي مش باين له اخر. اوعي كده. الله هنا، مش ممكن. انت هنا من امتى؟ انا فكرتك بره البيت من بدري. انت هنا من امتى؟ اونكل ديسكو، امال ايدك كانت راشقه في عين مين من شويه يا اونكل ديسكو؟ انت لسه عكروته زي ما انت. عكروته؟ عكروته دي لغوها من سنة 1938. أيوة عكروتة. ودمك دمك زي العسل. أيام ما كنت قد كده لغاية ما بقيتي عروسة قد الدنيا. اسمعي، أنا داخل لباباكي أكلمه في موضوع ال لا خليها مفاجأة. علي العود، عليه العقد ومنه العقد. قال كلمة عكروتة وكلمة عروسة في جملة واحدة. نبقى أكيد في اتجاهنا إلى حضور مأساة إغريقية شنيعة. لا لا يا زهير، تعالي بسرعة يا زهير. في ايه؟ تعيش عشان خاطري ما تدخلش جوه، عشان خاطري ما تدخلش جوه. يا بنت اهدي بقى، اهدي. انت اتجننتي؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ الموضوع فيه عروسة، الموضوع فيه عكروتة، اهدى ازاي؟ شكله كده اونكل ديسكو جايب لي عريس. يا اختي عرفتي انت لاقيه؟ لاقيه ايه يا ماما؟ لاقيه ايه؟ لاقيه عهد؟ انا خلاص خلاص. انت ما عرفتيش تاريخي المشرف في الصالونات؟ انت ما عرفتيش؟ انا خلاص عرفت نصيبي يا ماما. مفيش حد عادل بيعوز يتجوزني يا ماما. هقعد جنبك، هقعد جنبك يا ماما، هفضل جنبك طول عمري يا ماما. طيب طب خليكي بس بغسيل مواعين، اوكي؟ مين جاب سيره غسيل المواعين يا ماما؟ انت بتستغلي الظروف ليه؟ يا ماما عشان خاطري ما تدخليش جوه. مش عايزاكي تحضنيني. اوعي يا بنت، ما تخافيش، انت مجنونه. ما هو عمك ديسكو ده راجل محترم، يعني اكيد هيجيب لك عريس محترم زيه. يلا حبيبتي يلا، احسن انت بقيتي تلمي قوي. اوعي بقى. ذكيه قوي ماما دي، ذكيه. بتعمل معايا زي ما كانت بتعمل معايا وانا عروسه كده في تانية ابتدائي. كانت بتقولي روحي المدرسه وانا اجيب لك صباع روش. عكروتة ماما دي، عكروتة وعروسة في جملة واحدة وزغروتة. الحكومة كلها سأل عليه. ليه يا اختي؟ هو واخديلي تحري؟ تحري ايه؟ تحري ايه؟ بيشتغل في الحكومة يا مدام سوتو، ظابط. بقولك ايه؟ اي حد تعرفيه عايز اي واسطة في اي حتة يجي يقولي وانا اجيبها له. ايه ده؟ هو واصل للدرجه دي؟ بقول لك ظابط، ظابط. ظابط مهم. لا راجل كده. يا سلام. بيني وبينك يا مدام سندس، انا طول عمري نفسي اتجوز ظابط. عشان ابتدي بقى ازل في خلق الله كده وافتري عليهم. وادخل على اجدعها لجنه مرور واقول لهم الكلمه السحريه دي، الكلمه اللي انا طول عمري نفسي اقولها. انتوا مش عارفين انا مرات مين؟ انا مرات اللواء فلان الفلاني. بقولك ايه، بس ما تبقيش تجيبي سيره للبت نوها عشان خاطر، يعني من باب المبدا اللي هو داري على شمعتك دي، وانا بعد كده هبقى اشوف لها صول عسكري كده من اللي بيشتغلوا مع الباشا. باشا؟ باشا مين؟ خطيبي. خطيب. الله. يا سلام. بس يا ريت بقى لو كان طلع مثلا حد من اللي هم بيطلعوا في التلفزيون دول، بدل عضو في الله
حاجة كده. أصل أنا طول عمري مدام سندس نفسي أشتغل في السياسة. آه بس كنت هحتار يا ترى كان إيه النشاط الخير اللي كنت هتوجه له كده. هل أتوجه لضحايا المسلسلات التركي أو السواقين ضحايا الحزام برضو تعبانين، أو مش عارفة الستات مثلا ضحايا عمليات الشفط برضو في كتير. سلام سلام يا لولو، أحلام. زبط؟ بتقولي زبط؟ لا، ويكون في عينك أنا مش موافقة على الموضوع ده أبدا. ليه يا تيتا؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه مش موافقة؟ وبعدين جاية تقولي لي الكلام ده دلوقتي؟ هما خلاص جايين في الطريق. مالهم الضباط يا تيتا مالهم؟ لا يا اختي ما مالهمش، كويسين كلهم وزي الفل. بس احنا أصلنا اتربينا على كده. لا لا لا، خش اسم ولا نكلم زبط. اه بس كده يا تيتا. بس حبيبتي بس. ولا في حاجة تانية يا تيتا؟ ها؟ حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه بقى؟ مش عارفة مش عارفة مش عارفة. من يوم ما أنك الديسكو اتفق معانا على الميعاد ده وانتي مش عجباني يا تيتا. مش انتي تيتا اللي انا عارفين القوة والعزمة ولا لا لا لا، في تيتا واحدة خايفة كده ومن لا لا. اعترفي يا تيتا. لا قولي. لا اعترفي، عايز اعرف تاريخك الاجرامي كله. قولي اعترفي لي انا بدل ما تعترفي للبيت ظابط اللي جاي. لا لا بلاش ظابط بلاش ظابط. اسماء افراد التشكيل العصابي نفر نفر حالا، عايز اعرفهم. يا سلوب دي يعني ما كانتش اختي حته فن الا بنصكم، خدتها بطريق الخطا من غسيل الجرح. الله يخرب بيتك يا ست ابوه، يعني كان لازم تقولي للشاويش اسماعيل. شاويش اسماعيل ناس مين يا حاجه؟ صلي على النبي. شاويش اسماعيل مين دلوقتي؟ والسلام. ايه يا بطه؟ ايه عايز ايه؟ خش جوه يا بص. اوعى اوعى ولا ايدك من عندك. اوعى الزبط جاي. يلا خش جوه. شاويش اسماعيل انت فانيلا. فانيلا ايه بس؟ عكس الكلام ده خالص، انسي بقى. إيه؟ اونكل ديسكو قال لي ان العريس ده ايه مهتم بالوطن وبخدمه الشعب ومعتز بشغله قوي يعني، فاهم؟ فانا قلت ايه لازم اشرفك قدامه. يا سلام. طبعا يا لو. عملت ايه؟ هظبطك. خوفتي والله. انا فجأة انا طلع انا فجأة زوما. والله حبيبة قلبي. عملت ايه؟ هوبا هوبا لنا زوما يا جامد. يا حبيبتي يا بطل. يا سلام عليك. بصي بقى بصي بقى، الله حجم كبير حجم كبير حجم كبير قوي يا لو. يبقى انت اكيد في مصر يا حبيبتي. وارجع عليك يا زوما. والله العظيم قولي 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 اهو اهو. حلوة عشان هو يقعد هنا. ايوه بالظبط، هو هيبص على العلم على طول يجي يطفي يفهم ان احنا عيلة كده وطنية. وانا اقل من وطنية؟ ما شربتش من لها؟ لا لا لا. جربت تغني لها؟ كتير يا روح. حبيب القلب يا روح. الله يا والله العظيم. بصي لو سفير ما هعمل له كده. فكرتك؟ خدي المفاجأة. فكرتك؟ خدي بقى المفاجأة الكبيرة. لسه؟ المفاجأة الكبيرة قوي. لسه في حاجة؟ لا. ايه رايك؟ تمام يا جامد. بص يعني موفر لك كل حاجه علشان خاطر اخلص منك خالص. عايز الاوضه. امال عشان خاطر سواد عيونك؟ طبعا. اوضتي يا بيبي طول عمري. اوضتي يا زوما يا حبيبي. يا رب تغوري من هنا يا رب. يا حبيبي يا حبيبي. ايه في ايه؟ شفت شفت ايه؟ شفت ايه؟ توقفين تهرجوا هنا والعريس زمانه جاي. والله العظيم والله العظيم ما يجي. ها اوكي. عايز كده كده كفى كفى. خدي بسرعه خدي بسرعه. اتعبوا. سهل 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 سه